يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنا. النهارده هنرجع بقى لفكره الوصفه اللي بتتعمل في طبق واحد. لو تفتكروا من فتره كده كنا بنعمل حلقات فيها وصفات بتتعمل كلها في حله واحده او طاسه واحده او صينيه واحده. النهارده هنعمل كده، هنعمل وصفه لطيفه جدا، وصفه فراخ بالكاري مع رز في نفس الحل. مش هتاخد مواعين كتير وفي نفس الوقت مش هتستهلك مننا وقت كبير، فنقدر نعملها في يوم احنا ما عندناش وقت نطبخ وعايزين ناكل اكله معموله في البيت وطعمها حلو. دي اول وصفه. تاني وصفه هنعملها هي وصفه الطماطم المحشيه. الطماطم دي هتتحشي لحمه مفرومه وجبنه وزعتر، هتعجبكم جدا برضو ان شاء الله. هنعمل ايه كمان بقى النهارده؟ هنعمل ترايفل البسكويت بالشوكولاته. دي وصفه حلوه، يعني اقصد ان هو اكل حلو ديزرت يعني، ما بياخدش وقت برضو، سريع جدا وسهل. النهارده الوصفات اللي بنعملها النهارده دي وصفات ينفع تتعمل بسرعه زي ما كنت بقول لكم في ايام ما عندناش فيها وقت كبير نطبخ. هطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نبتدي في الوصفات. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل، يلا نبتدي في اول وصفه، الوصفه السهله، وصفه الفراخ بالرز بالكاري. تعالوا نشوف بتتعمل ازاي. المقادير بتاعتها كالتالي: كيلو دبابيس فراخ، كوبايتين رز بسمتي، ثمره بصل مفرومها عايزينها مفرومه، كوبايه بسله، فلفل احمر متقطع مكعبات. ولما بنختار فلفل احمر مش علشان هو ملون ويدي لون حلو للاكل بس، لا، عشان الفلفل الاحمر مسكر بيدي طعم حلو كمان للاكل. فلفل اخضر حامي حلقات، معلقه كاري، ملح وفلفل. لو بصينا كده على الوصفه دي مش هنلاقي فيها غير تابل واحد بس جنب الملح والفلفل، هو الكاري. احنا ما بنحطش توابل كتير، بس بنحط توابل تبقى لايقه على الاكله اللي احنا بنعملها علشان تخلي طعمها احلى. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ حلة، الحلة دي بدأت أسخنها وحطيت فيها زيت. طيب أنا عايز أعمل الوصفة دي كلها من أولها لآخرها في إناء واحد، في معون واحد. المعون بتاعي المرة دي أو الإناء بتاعي المرة دي هو الحلة دي، فأنا الحلة دي هي اللي هتستوعب الأكلة كلها على بعضها، مش هستخدم كذا حلة، هي دي حلة واحدة زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده لو أنتوا فاكرين. حلة واحدة بنعمل فيها الوصفة كلها. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. يلا بينا. هاجي هنا هجيب بقى ايه، بوله كده واسعه. تعالي يا بوله. الكاري من التوابل اللي بتدي طعم قوي جدا، فواحنا بنستخدم الكاري ما بنحتاجش نحط كميه كبيره منه علشان طعمه ما يغطيش على طعم الاكل نفسه. وفي نفس الوقت بلاش نحمر الكاري او نحطه في زيت او سمنه وقت طويل، لانه لما بيحصل كده بيمرر، فمش عايزين ده يحصل. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بقى دبابيس الفراخ احطها هنا، وهتبل دبابيس الفراخ دي بالملح والفلفل وشويه صغيرين قوي من الكاري. هتشوفوا قد ايه هما شويه صغيرين. هاخد كده بس ملح، ملح كمان عشان مش هنقيه، عشان يبقى على قد كمية الفراخ. وبعدين هاخد كده ايه على طرف المعلقة كده، ربع المعلقة بس كاري. هحط بقى شوية صغيرين انتوا شايفينهم دول، مش عايز اكتر من كده. حلو. وبعدين هعمل ايه؟ هحط معلقتين زيت، وهاجي هنا هبتدي بقى ايه اخلط دبابيس الفراخ مع الخلطة دي البسيطة دي. هديها تقليبه كده، واخد بقى الفراخ دي كده واروح اشقر على الزيت اشوف اخباره ايه، هل هو سخن لسه؟ سخن. دي نقطه مهمه، لما تيجوا تحطوا بقى الفراخ او اي حاجه بتحمروها فيها جلد، فراخ بقى، سمك، لحمه، حطوها على الجزء اللي فيه جلد اكبر. يعني بصوا دبوس الفرخه الحته دي الجلد بتاعها مكتمل، لو قلبناها كده هنلاقي ان هنا لسه او الحته دي ما فيهاش جلد، فخلينا نحطها على الحته اللي الجلد بتاعها مكتمل، وده اللي انا هعمله قدامكم حالا. طب ليه بنعمل كده؟ ولو عملنا عكس كده هيحصل ايه؟ مش هتحصل حاجه وحشه يعني، بس لما بنعمل كده طعم التحمير بتاع الجلد بيبقى احلى بكتير. واول ما تحطوا الفراخ افتكرت يعني، فعشان كده قلت اول ما تحطوا الفراخ ما تقلبوهاش على طول، ادوها فرصه تاخد لون.
لو قلبته على طول الفراخ هيطلع لونها فاتح، مش هتبقى محمره، مش هتبقى متشوحه. واحنا اصلا بقى بنعمل الخطوه دي علشان نخلي لون جلد الفرخه ذهبي كده جميل. انا خلاص عملت كده، هستنى بقى شويه، مع اني عندي هنا وركين بس مش هحطهم دلوقتي هنا. الوركين دول مش هحطهم دلوقتي في الحله، لان الحله خلاص زي ما انتوا كده شايفين اتملت. لو حطيت تاني هبرد الحله، وده انا مش عايزه يحصل. طيب هنعمل ايه تاني بقى دلوقتي؟ تعالوا نشقر على اللون. لسه هستنى عليها 30 ثانية كمان على ما دول يحصلوا. هبص على بقية المقادير وارتبهم بقى، البصل والبسلة، فلفل حامي، والفلفل الأحمر اللي كنت بقول لكم وأنا بقرأ المقادير، كنت بقول لكم إن الفلفل الأحمر إحنا مش حاطينه في الوصفة دي علشان بس يدي لون حلو. طبعا هو اللون الحلو دي حاجة جميلة وكل حاجة، بس هو ليه وظيفة أخرى. الوظيفة دي إن هو في نسبة كده من السكر بتوزن طعم الأكل، عشان كده بنستخدمه في كتير من الوصفات. تعالوا بقى دلوقتي نبتدي نقلب، لأن خلاص الفراخ خدت لون ذهبي. هتشوفوه حالا دلوقتي. خلاص انا كده قلبت كل قطع الدبابيس، ودايما بتلاحظوا انه لما بتيجوا تشوحوا حاجه على الوشين، الوقت اللي هتاخده دبابيس الفراخ علشان تتشوح على الوش التاني اقل من الوقت اللي خدته عشان تتشوح على الوش الاولاني، لان هي بتبقى اوريدي بدات تسخن، فبتاخد وقت اقل في الوش التاني. فلو احنا سيبناها 3 4 دقائق على الوش الاولاني، هتلاقوا ان الوش التاني بياخد دقيقتين بس. ايه اللي انا محتاج اعمله؟ في نفس الطبق ده اللي كان فيه الفراخ هطلع فيه الفراخ، اللي طبعا هي لسه نيه ما استوتش، عشان كده هقدر اطلعها في نفس الطبق اللي كان فيه الفراخ. هطلع الدبابيس هنا، واحط الدبوسين اللي لسه ما تشوحوش دول يتشوحوا. وبعدين هكمل بقيه المقادير. دول هياخدوا وقت اقل في التشويح. ليه؟ عشان هما الاثنين لوحدهم شايفين لونها حلو ازاي؟ هي لسه ما استوتش بس هي خدت لون حلو، اللون الحلو ده هيدي طعم حلو. ده غير بقى حاجه ثانيه كمان، ان الطعم اللي هي سابته في الحله، اللون الداكن اللي اتساب في الحله ده مش لون حرق، ده لون بني كده فاتح. اللون ده هو كمان هيطلع طعم حلو قوي في الوصفه. هنشوفه مع بعض سوا حالا دلوقتي. يلا انا كده خلاص طلعت الفراخ كلها اللي كانت في الحله، عشان كده حتى تلاقوا ان الدنيا كده ايه، الصوت هيدي شويه. هعمل ايه بقى؟ مكان تحمير الفراخ او مكان تشويح الفراخ هحط البصل. وهديه تقليبه كده، الريحه بقى قويه جدا. بعد التقليبه دي هنزل بالفلفل الحامي. كمية الفلفل الحامي عايزكم انتوا تحددوها على حسب انتوا بتحبوا الاكل حامي قوي ولا نص نص، ولا بتحبوش الاكل حامي يبقى مش هتحطوا اصلا فلفل حامي. وبعدين هحط الفلفل الاحمر. وندي تقليبة. نتأكد بقى ان في مية سخنة. ندي تقليبة. وبعدين ننزل بالبسلة تقليبة هي كمان. الوصفة دي مش بس سهلة وسريعة، ميزتها كمان ان هي فيها كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها في الوجبة. يعني هي فيها خضروات زي ما انتم شايفين كده، وفي بروتين اللي هي الفراخ اللي احنا كنا بنشوحها، وفيها كربوهيدرات المتمثلة في الرز اللي احنا هنحطه دلوقتي. فانت كده بقى عندك كل العناصر الغذائيه اللي محتاجه تديها لاولادك او تاكليها بنفسك حتى في نفس الحله، مش محتاجه بقى ايه 100 طبق و100 حله والكلام ده كله. حطيت كده خلاص انا الرز على الخضار.
هادي بقى تقليبه دلوقتي. تبلت الفراخ كده، محتاجه تبل خلطه الرز دي، فهعمل ايه؟ هاجي هنا هاخد رشه الملح، رشه الفلفل الاسود، ورشه او نص معلقه الكاري بقى. طيب في حاجه بقى هنا مهمه قوي عايز اقولها، هزود بس ربع معلقه كاري كمان. وصفه زي دي مش محتاجه تحطي فيها ابدا مرقه. ليه؟ لان انت مسويه الفراخ مع الرز نفسه، فالفراخ هتدي طعم قوي جدا للرز، مش محتاجه تحطي مرقه بقى زياده ولا اي حاجه، الميه كفايه جدا. هدي كده تقليبه، زي الفل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الميه وانزل بيها هنا. يلا هنزل بقى اي شويه رز كده لازقين في جوانب الحله عشان التسويه تبقى تمام، وهاجي هنا ابتدي بقى اعمل ايه؟ ابتدي ارص الفراخ. حط كده دبابيس الفراخ هنا، هي هتاخد كل دبابيس الفراخ مرة واحدة زي الفل كده. ايه اللي هيحصل بقى؟ الرز ده هيتشرب، وبعد ما يتشرب هنوطي عليه، هنغطيه دلوقتي لغاية ما يتشرب، وبعد كده هنوطي عليه، الفراخ هتستوي والرز هيستوي في نفس الوقت. دي كانت الوصفة الأولانية، شفتوا قد ايه هي كانت او قد ايه هي ما خدتش وقت. انا وقفت اعملها في قد ايه؟ تقريبا في 6 أو 7 دقايق، بس 7 دقايق كنت خلصت الوصفة. هتستوي كمان قد ايه؟ محتاجة كمان 15 دقيقة. يعني الوصفة كلها على بعضها خدت 6 27 دقيقة بس، وده شيء كويس جدا لو انتم ما عندكوش وقت تطبخوا وعايزين تعملوا أكل في البيت يكون مكوناته انتم شايفينها بنفسكم. قول لي يا صبر عايز فاصل. طب تعالى الأول نحط الحل على النار ونقول مقادير الطماطم المحشية، وبعد كده نطلع فاصل. يلا بينا، نحط الحلة بس كده ونولع عليها النار ونقول مقادير الطماطم المحشية. مقاديرها كالتالي: كيلو طماطم، والطماطم دي هنقورها هوريها لكم، صابر هجيبها لكم برضو دلوقتي. تمام زي الفل. كيلو طماطم، نص كيلو لحمة مفرومة، معلقتين بقدونس مفرومين، ربع معلقة 7 بهارات، معلقة زعتر مجفف او زعتر باودر، كوبايه بقسماط مطحون، ربع كوبايه جبنه شيدر مبشوره، وربع كوبايه موتزاريلا. ايه كمان؟ ملح وفلفل. بس هي دي الوصفه البسيطه اللي احنا هنعمل بيها الطماطم المحشيه. انا حطيت حله على النار هتسخن، على ما الحله دي تسخن انا هاخد فاصل وارجع لكم نشوف ازاي هنعمل وصفه الطماطم المحشيه لحمه مفرومه وجبنه. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في الطماطم المحشيه دي. قبل الفاصل خدتوا بالكم ان انا كنت حطيت حله على النار تسخن، هي سخنت كويس جدا. بصوا بقى، انا في الوصفه دي عايز ابروز طعم اللحمه المفرومه اللي جوه الطماطم من غير ما يبقى فيها طعم تاني طاغي على الطعم ده. فانا في الوصفه دي ما تتخضوش، مش هحط ولا بصل ولا ثوم، مش هحط ولا بصل ولا ثوم على اللحمه المفرومه وانا بشوحها. طب هل ينفع ده؟ طبعا ينفع. هقول لكم بقى هحط ايه مكانها. تعالوا بس الاول نحط اللحمه المفرومه، نفركها كده واحنا بنحطها بس. احنا معليين طبعا درجه الحراره على الحله دي، يعني احنا معليين النار. يلا كفايه الكميه دي، خلينا نرجع الباقي ده في الثلاجه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي كده بس ايه اللحمه المفرومه الاول. خدتوا بالكم انه انا ما حطيتش هنا في الحله اي زيت او سمنه. اللحمه المفرومه دي فيها كميه من الدسم، انا عايز الدسم ده هو اللي يسوي اللحمه المفرومه، مش عايز اضيف زيت او سمنه للحمه المفرومه دي، الدسم اللي موجود فيها كافي جدا لتسويتها. طيب هعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي بقى كده اقلب
ما بقلبش كتير يعني، بقلب مره واسكت كده وبعد كده ارجع اقلب تاني. انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ هحط بقى ملح وفلفل اسود، احط رشه الملح ورشه الفلفل الاسود. هاجي هنا بقى عندي توابل لطيفه جدا، عندي 7 بهارات، هحط 7 بهارات، وعندي زعتر مجفف. الاثنين دول كفايه جدا، صدقوني مش محتاجين في الوصفه دي بصل او ثوم. ال7 بهارات مع الزعتر المجفف هيدوا طعم توابل قوي موجود في ال7 بهارات، وطعم عطري، طعم عشبي كده حلو جدا جاي من الزعتر. دول بالنسبه لي كفايه جدا. تعالوا بقى كده ندي تقليبه. انا هنا مش هسوي اللحمه المفرومه تسويه تامه، انا هخلي اللحمه المفرومه تتحول من اللون الاحمر للون الرمادي، وده دليل على تسويتها يعني، بس هكمل تسويتها في الفرن. اوريك وانا هعمل ايه حالا دلوقتي. طيب انا دلوقتي هعمل حاجه تانية برضو لطيفه جدا. هاجي هنا هاخد الجبنتين، الجبنه الموتزاريلا مع الجبنه الشيدر، هحطهم هنا الاثنين، وبعدين هحط عليهم البقسماط. البقسماط ليه بنحطه هنا؟ البقسماط بيدي كده قرمشة في الفرن، فده هيتحط على سطح كل واحدة من الطماطم اللي احنا هنحشيهم، فهيدي طعم الجبنة الجميل اللي احنا متعودين عليه وبنحبه، وفي نفس الوقت هيدي حتة قرمشة كده هتبقى في التذوق، وأثناء المضغ هتبقى مثيرة كده وحلو. ندي تقليبة. طيب ممكن احط ايه كمان تاني هنا؟ هحط البقدونس المجفف، البقدونس المفروم. طب دلوقتي ممكن يكون حد بيسال، طب البقدونس ده مش هيتحرق واحنا حاطينه في الفرن، حاطينه على وش الطماطم؟ ما تقلقوش، الجبنه والبقسماط هيعملوا طبقه على البقدونس هيخلوه ما يتحرقش. هنا خلاص اللحمه المفرومه دي جاهزه ان هي تطلع من على النار. هعمل ايه؟ هاجي هنا هجيب اللحمة المفرومة، تعالوا نبعد ده سنة كده، اللحمة المفرومة هنا قدامي، وادي الخلطة، خلطة الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر والبقسماط والبقدونس. محتاج بس أتبل دي برشة فلفل أسود خفيفة قوي، عايز أضيف طعم الفلفل الأسود للخلطة دي بس شوية صغيرين جدا، والطماطم أهي. هجيب دلوقتي بقى الطاجن، ممكن ده يتحط في طاجن، ممكن يتحط في طاجن فخار او طاجن ازاز على حسب ما انتوا حابين. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي اعمل عمليه الحشو. هجيب كده طماطمايه واجي هنا ابتدي احشيها باللحم المفروم، وبحشيها مش للنهايه. ليه؟ عشان يبقى عندي مسافه او مساحه احط فيها رشه الجبنه بالشكل ده. خلاص واحطها كده ايه، اسندها بس على سور الطبق لغايه ما نكمل الحشو. هنعمل بقى العمليه دي لغايه ما نحشي الطماطم اللي موجوده عندنا كلها، لحمه مفرومه وبعد كده خلطه الجبنه بالبقسماط. ممكن بقى تحطوا جبنه رومي بدل الشيدر على حسب انواع او حسب نوع الجبنه اللي انتوا بتحبوه او نوع الجبنه المتوفر عندكم. اهم حاجه بس بالنسبه لي ان هي تكون جبنه صفراء، يعني جبنه رومي بقى، جبنه شيدر، جبنه بارميجان، جبنه جروير، اي نوع من انواع الجبنه اللي انتوا بتستخدموه. الوصفة دي بقى كمان ممكن تتعمل في يوم المحاشي لو انتوا بتعملوا محشي. وعايز اقول لكم بقى على حاجة كمان، انتوا كمان ممكن تعملوا الوصفة دي من غير لحمة مفرومة، يعني دي ممكن تتعمل اصلا بالرز، نفس رز المحشي اللي انتوا بتحشوا بيه محشي ورق العنب او محشي الكرنب او محشي الكوسة، تقدروا تعملوا بيه نفس الفكرة دي من غير لحمة مفرومة. او ممكن تعملوا حاجة بقى في النص، تخلطوا ما بين اللحمة المفرومة والرز، زي ما في ناس كده، بعض الناس كده بتعمل في الكوسه، في ناس بتحشي الكوسه رز باللحمه المفرومه، تقدروا تعملوا كده برضو في الطماطم، يعني على حسب الرغبه في النهايه. تعالوا بس كده ايه، نروح نبص على الرز بصه، ممكن يا سوبر كده تيجي تبص معايا بصه كده على الرز اللي قرب يستوي. يلا
هنرفع كده نبص نشوف ايه الاحوال. بصوا هتحسوا كده ان هي ايه محتاجه بس تتاكل خلاص. الرز بدا يستوي بس هو ما استواش للنهايه. احنا في الفاصل وطينا عليه لان هو كان اتشرب، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي عليه واسيبه 5 دقائق كمان لغايه ما اطمن ان الرز استوى وان الفراخ استوى. يلا بينا نرجع تاني للطماطم اللي احنا شغالين عليها علشان بعد الطماطم بقى هنعمل الحلو. طيب يلا بينا، انا دلوقتي بكمل حشو زي ما عملت في الطماطميات السابقه. رشه الجبنه في ناس بقى ممكن تعمل حاجه تانية مختلفه، ممكن تخلط اللحمه المفرومه مع الجبنه وتبقى الحشوه عباره عن لحمه مفرومه مع جبنه من البدايه، بس انا بفضل ان انا اخلي اللحمه المفرومه تحت واني احط الجبنه فوق زي ما انا عملت مع حضراتكم كده دلوقتي. اعمل بس كده ايه، نكمل الطماطم كلها. شايفين شكلها كده قبل ما تخش حتى الفرن شكلها حلو قوي، ان شاء الله برضو بعد ما تطلع من الفرن يطلع شكلها حلو وتجربوها كده وتعجبكم. خلاص كده انا ايه هشيل دي كمان. فاضل طماطميتين. ممكن كمان بقى تختاروا الطماطم اللي حجمها كبير لو انتوا بتعملوها بالرز، او لو بتعملوها باللحمه المفرومه تبقى نفس الطماطم اللي انا مختارها دي، الطماطم اللي هي حجمها كده ايه يعني ما بين المتوسط وما بين الصغير. يلا انا كده خلاص حشيت كل الطماطم، ممكن اخد بقى كده ايه رشه من الجبنه فوق كده عشان لو في اي واحده ما عليهاش جبنه كفايه يبقى حطينا لها جبنه زي الفل. انا كده جاهز انه انا اخد الخليط ده ادخله في الفرن. فتحت الفرن، هاخد الطماطم واحطها في الفرن. الطماطم هتتشوي، اللحمه المفرومه هتكمل التسويه، الجبنه هتسيح، ده اللي هيحصل في الفرن. ايه درجه الحراره نحط عليها الكلام ده؟ حطوا الكلام ده على درجه حراره 170. 170 هي درجة شوي، درجة حرارة شوي. فهتخلي ايه؟ هتخلي الجبنة تسيح، في نفس الوقت هتخلي الطماطم تبتدي تطرى ما تبقاش نية، وفي نفس الوقت اللحمة المفرومة اللي جوه هتكمل التسوية بتاعتها اللي هي أصلاً كانت تقريباً مخلصة منها 90% من التسوية. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا دلوقتي نقول مقادير الحلو اللي احنا هنعمله، ترايفل البسكويت بالشوكولاتة. ونشوف بقى صابر عايز ياخد فاصل ولا عايزنا نكمل، هنشوف ده مع صابر واحنا شغالين. المقادير كالتالي: 2 كوباية بسكويت شاي. يعني ايه بسكويت شاي؟ هو بسكويت اللي احنا بناكله مع الشاي الصبح ده، مع الشاي بلبن. معلقه موارد، معلقه قرفه باودر، 2 كوباية زبادي، 2 معلقتين عسل نحل، 1/4 كوباية بندق محمص. تقدروا تحطوا طبعا سوداني محمص او تحطوا لوز، اي حاجه موجوده عندكم من المكسرات. انا في النهايه محتاج بس حاجه مقرمشه وفيها طعم المكسرات، بندق سوداني او لوز. 2 كوباية لبن، 2 معلقتين نشا، و3 معالق كاكاو. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط اللبن على النار يسخن واشيل منه 2 معلقتين كده، وهطلع فاصل اقول لكم ليه سخنت اللبن وليه شلت 2 معلقتين منه. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم، رجعنا من الفاصل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا قبل الفصل قلت لكم ان انا هحط 3/4 كميه اللبن على النار تسخن، وهي بالفعل سخنت، وست ربع الكميه بره. ليه ست ربع الكميه بره؟ عشان انا هعمل بودنج او هعمل مهلبيه، البودنج هي المهلبيه. فايه بقى؟ فمحتاج ادوب النشا في اللبن السائع. هحط كده النشا مع اللبن السائع واقلبهم كده مع بعض سوا. وبعد ما اقلبهم في اللبن السائع هنزلهم على اللبن السخن زي طريقه اي مهلبيه او طريقه اي كاسترد او طريقه اي حاجه داخل فيها نشا. لازم النشا الاول تدوب في السائل
البارد، مش لازم يكون ساقع جاي من الثلاجه، بس يكون في درجه حراره الغرفه، وبعدين يتحط على السائل السخن. بس قبل ما اعمل كده هروح جايب الكاكاو واحطه هنا على اللبن عشان انا عايز اعمل مهلبيه شوكولاته. طيب ايه كمان بقى هعمله؟ هروح جايب كمان القرفه، كل دي اطعمه انا عايز ازودها للوصفه، واروح جايب معلقه الموارد، وخلي العسل بره. تعالوا بقى كده ايه، ندي تقليبه، بس هرجع ده كده على النار تاني هنا وهديه تقليبه كده بس الكاكاو يدوب. الايد التانيه هكون ماسك النشا. اول ما الاقي كده ان الكاكاو داب وان اللبن خلاص بقى لونه شوكولاته، هنزل بقى كده بالنشا واحده واحده لغايه ما يتقل. انا برضو مش عايزه يتقل يعني لدرجه ان هو يكون تقيل جدا، عايزه كده يبقى متوسط القوام. هتشوفوا معايا حالا دلوقتي ايه القوام اللي انا مستنيه. بصوا، ايوه بس خلاص كده هرفع من على النار. انا كده رفعت من على النار، بقى عندي مهلبيه شوكولاته سريعه جدا وطعمه جدا في نفس الوقت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم حالا. بصوا ما تستغربوش بقى الخطوه دي، هحط الزبادي هنا. بس نجيب اسباتولا ننزل بيها الزبادي ده. قول يا صبر يا سيدي. ماشي يلا بينا. هنزل هنا الزبادي، هفرده كده، والزبادي ده هديله طبقه كده ايه من العسل، من عسل النحل، طبقه كده ايه. حلو قوي كده. بعد ما اديت الزبادي طبقه من العسل، هروح جاي هنا جايب البسكويت واحطه هنا. البسكويت ده مش محتاج ان هو يتجرش بحاجه غير ايدينا، يعني احنا بس بايدينا كده ايه هنجرشه كده، هنفركه. وبعدين هقلب المهلبيه كده تقليبه بايدي. المهلبيه ريحتها حلوه جدا. بعد التقليبه دي هروح جايب المهلبيه واروح صاببها في النص، وبعد ما هصبها هبتدي بقى افردها. دي من الحلويات كده ايه البسيطه كده الخفيفه اللطيفه اللي تقدروا تعملوها كده في ولا حاجه وقت اقصد يعني. اروح جاي فارد كده بس المهلبيه، ومش عايز اقول لكم كمان مش هينفع نفردها يعني للاخر، خلوا البسكويت باين مش هيحصل اي مشكله. بعد ما فردت كده هجيب بقى دلوقتي حالا البندق، واروح جاي كده ماسك البندق واحطه كده على السطح. طبعا ينفع سوداني زي ما كنا بنقول من شويه، ده بندق محمص متقشر ومتحمص. تقدروا تحطوا سوداني، تقدروا كمان تحطوا لوز لو انتوا حابين، زبيب، جوز هند، كل دي حاجات هتليق وهتبقى حلوه جدا. طب هل ده بقى يتاكل سخن ولا بارد؟ سيبوه كده شويه بره عشان بس البسكويت يطرى شويه، وبعدين حطوه في التلاجة وكلوه بارد، هيبقى احلى بكتير. احنا مش هنسكت بقى، احنا جايبين بقى كمان شويه من العسل كده حلوين، ونعمل كده رشه العسل اللطيفه دي. هتعمل طبقه كده مسكره خفيفه. الحلوه اللي احنا عاملينها قدامكم دلوقتي دي ما فيهاش سكر، احنا حاطين فيها بس عسل نحل، وكميه عسل النحل فيها مش كبيره، فهي مش هتبقى مسكره قوي، بس طعمها كده هيبقى موزون، هتبقى كده ايه متوسطنه كده. تعالوا بقى نحط ده على السفره ونفتح نشقر على الطماطم، عشان خلاص الجبنه اللي فيها ساحت والطماطم طريت وكل حاجه بقت زي الفل، هنشوفها حالا دلوقتي. تعالوا بس كده ايه ننضف الطبق عشان نحطه على السفره كده واحنا قلبنا ايه مطمن. ناخد بس اي حاجه طالعه بره كده، وناخد الطبق اللطيف ده نحطه هنا على السفره. عسل النحل بقى
على الشوكولاته والبندق اهو. طيب هعمل ايه؟ تعالوا نغرف الرز. تعالوا الاول نطلع الطماطم المحشيه من الفرن ونحطها على السفره وبعدين نغرف الرز. هنعمل ده حالا مع بعض دلوقتي. الطماطم بقى ايه؟ طالعه مونونه. زي ما كنت بقول لكم كده، البقسماط اللي احنا حطيناه على السطح ده حطيناه علشان هيدي قرمشه كده خفيفه واحنا بناكل. القرمشه دي هتعمل كده مزيكا في المضغ كده، هتبقى مثيره كده، بدل ما يبقى المضغ كله قوام واحد كله حاجات طريه، لا هيبقى فيه قرمشه كده هتدي احساس جيد جدا. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ تعالوا بقى نغرف الرز. نفتح عليه كده، بص كده يا صابر على الرز، بس على ما اجيب له طبق نغرف فيه. شكله شهي جدا. يلا بينا، هجيب طبق تاني كده بس اطلع فيه الدبابيس عشان اعرف اطلع الرز براحتي، ما بقاش قلقان. طب هل كده الفراخ استوت؟ اه طبعا استوت كويس جدا. طب هل الرز استوى؟ انتوا شايفينه اهو مستوي ونافش وجميل ومفلفل كده وحلو، وانا بقول لكم ان ريحته حلوه، وانتوا ان شاء الله تجربوا وتقولوا لنا ان طعمه كمان حلو. زي الفل. خلاص الفراخ او الدبابيس كلها اهي. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان انا هجيب الطبق ده، هدي الرز كده تقليبه عشان اطمن ان الخضار متوزع كويس. هبتدي بقى ايه اغرف الرز في الطبق ده. ريحة الكاري باينة فيه جدا. ونجيب بقى الدبابيس الجميلة دي، نبتدي بقى ايه نحطها في الطبق كده ايه جنب بعض. طبعا الطبق ده مش شخص واحد هياكله، كذا واحد. نكمل بقى الرص كده في الدبابيس. ممكن ناخد كده ايه دبوس نحطه في النص، بس كده. شايفين كده حاجة كده ايه شهية جدا، في دبوسين كده فضلوا. انتوا طبعا عارفين انا هعمل فيهم ايه بعد ما نخلص الحلقة دي على طول. ناخد بقى كده الطبق ده نحطه هنا. تعالوا نرجع المسكر ده ورا، هنا الدبابيس. اه تعالوا نجيب طبق نحط فيه كمان الطماطم دي، شكلها احلى كمان من كده شوية. ناخد كده الطماطم نحطها في الطبق ده. ملاحظين لون البقسماط كده بعد ما اتحمر في الفرن بقى لونه ذهبي كده، حلو جدا. بس حلو قوي كده، حاجه كده اخر الله. دي كانت وصفات النهارده ودي كانت حلقه النهارده. النهارده عملنا ثلاث اطباق مختلفين. عملنا رجعنا تاني نعمل الفكره اللي كنا بنعملها قبل كده، فكره ان احنا نعمل سفره او نعمل طبق متكامل في حله واحده او في طاسه واحده او في صينيه واحده. عملنا النهارده ايه؟ عملنا دبابيس فراخ مع رز بالكاري.
وخضار كمان. عملنا كل ده في حله واحده وقدمناها، هو اللي انتم شايفينه قدامكم ده. بعديها عملنا الطماطم المحشيه، والطماطم دي حشيناها خلطه اللحمه المفرومه اللي كانت بالسبع بهارات والزعتر المجفف، وحطينا عليها من فوق خلطه الجبن، قلنا نحط الجبن الموجوده عندنا، حطينا موتزاريلا وحطينا جبنه شيدر، وكنا خلطينها بورق بقدونس اخضر مع شويه فلفل اسود كده حلوين، وبقسماط طبعا. وعملنا ترايفل البسكويت بالشوكولاته اللي هو عباره عن زبادي بالعسل تحت وبعدين بسكويت في النص، وحطينا من فوق مهلبيه شوكولاته وشويه بندق كده محمص عليهم شويه عسل نحل. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم. اللي ما شافش الحلقه دي من بدايتها يقدر يتابعها في الاعاده الساعه 6 صباحا بتوقيت القاهره. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.